إذن ريبوك بلان أوف ذا جيم اختار الجمهور باسل، الجمهور اختارك اللاعب الأفضل. أول شيء بدي أقول لك مبروك، مجهود كبير عملته، مباراة صعبة كثير كانت أمام فريق المتحد يلي كان خصم عنيد كثير بهالمباراة. كيف بتلخص كل هالجيم اليوم ومبروك لفوزكم وانتقالكم للفاينل فور؟ يعني ختامها مسك، الجيمين كانوا نفس القوة، ولا جيم نفس القوة بس أكثر. أعطونا المتحد جيمات كثير قوية، يعطيهم العافية، عملوا سيزون كثير منيح، بس بعتقد بالنهاية الفريق الأفضل قدر يربح النتيجة. أنا هون بدي وجه تحية للفريق تبعنا، خصوصا الكوتش غسان، واليوم خصوصا نديم السعيد اللي عن جد فرجى إنه عنده قلب كبير، وهو كان سبب كثير كبير إنه قدرنا نفوز اليوم. بوجه له تحية. بدي أسألك سؤال، ما بدي أذكرك ذكريات بشعة، بس الموسم الماضي مع المتحد أمام فريق بيبلوس نفس الحركة تقريبا كان فيه، طابة طويلة فلتت منك وقت الطابة وطلعت للأوت، وأكيد أنت تأثرت وما كنت حابب أكيد تفوت الطابة، كان في واحدة مثل اليوم لكن قدرت أخذتها وقدرت سجلت سلة حاسمة، استرجعت شي هالذكريات أنت وبالجيم ولا كنت هالقد فوكس اليوم؟ لا صراحة بالنسبة لي حتى هذيك البلاي إت واز مس بلاي، هذا الباسكت فيها لعبة أخطاء يعني، اليوم يعني هذيك كانت بلاي ما حطيتها، هذه بلاي حطيتها بالنسبة لي هي ذاتها. مبروك من جديد باسل، جود جيم أكيد قدمته.